فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رأيت من يشرك بالله ولم أبين له أن ذلك شرك، لأن في بلادنا من يفعل ذلك يعاقب من قبل الحكومة التي تحكم بلادنا وهي حكومة نصرانية، ما حكم السكوت على هذا؟ البيان درجات، تبين له بينك وبينه، تبين له سرا، تبين تعطيهم نصيحة سرية، هذا يعني بإمكانك أن تعمل الحيل والوسائل التي تقدر عليها، ويمكن الحكومة ما تمنع إلا الشيء الظاهر، وأما الأشياء التي لا تظهر الحكومة ما تدري عنها، فأنت اعمل ما تستطيع. نعم.